عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي المؤتمر الصحفي الخاص بالمؤتمر الإقليمي الأول بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية تحت عنوان دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية. المزيد في التقرير التالي. تحت رعاية دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نظمت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية بعنوان دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية. المؤتمر الأول في جمهورية مصر العربية أو بشكل عام حوالين التمويل العربي للبرامج الاجتماعية والاقتصادية، وأعتقد أن ما نشهده في المنطقة في الآونة الحالية بقضايا مشتركة وتنفذ إلى كافة الدول العربية، منها قضايا الفقر المتصاعد بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية اللي بتشهدها المنطقة، ما يخرج من حوالي 36% فقر في المنطقة العربية في تصاعد، 130 مليون مواطن من الفقراء، قضايا الإعاقة من جراء الحروب والصراعات، 71 مليون مواطن من ذوي الإعاقة، عندنا نسبة بطالة بتتخطى 20% في المنطقة العربية، عندنا قضايا تخص النساء والأطفال. وزيرة التضامن ذكرت أن التمويل لا يعتمد فقط على الحكومات ولا على القطاع الخاص في الوقت الحالي، بل على صناديق الاستثمار والمؤسسات الدينية والمشروعات المشتركة. ما نشهده حاليا في جمهورية مصر العربية أو في المنطقة العربية استدعى أن نصب إلى إيجاد آلية منظمة، إلى إيجاد آلية مميكنة وربط شبكي ما بين مؤسسات التمويل وبين الدول المختلفة في المنطقة، اختبار كفاءة هذا التمويل، قياس أثره على هذه الدول من القضايا التي نراها. مصر نجحت في تنظيم ممارسة العمل الأهلي وإطلاق المنظومة الإلكترونية، وتطمح دوما أن ينتقل هذا النجاح من مصر إلى النطاق العربي. يهدف المؤتمر لوضع رؤية تمويل عربية مشتركة حول آليات التمويل المنصفة في الوطن العربي، ووضع آليات حوكمة حول دوران رأس المال الاجتماعي. أنطون إيميل، ميسات.